على وقع التصفيق والهتافات، أعلن فوز الدكتور ملحم خلف نقيباً لنقابة المحامين في بيروت، ما شكل فوزاً للديمقراطية والعدالة في لبنان واستجابة لصرخات الشعب اللبناني. هيدا الصوت الصادح والهادر على يعني على أجيال، إنما اليوم ترجم على الأرض بصوت شباب بيحلموا بوطن، إنما اليوم أكثر شوي نحن من الناس اللي بدنا نحقق وطن. الحلم كتير حلو، إنما ما حدا يجرب يكسر الحلم. النقيب ملحم خلف من مواليد رأس بيروت العام 1962، متحدراً من عائلة قانونيين رفضت إلى المحاماة والقضاء العديد من أبنائها، جذورها بسكنتا ونفوسها زحلة. تميز منذ شبابه بنضاله الإنساني الاجتماعي والوطني، انخرط في العمل النقابي منذ انتسابه من خلال تعيينه في لجان عدة داخل النقابة ومن خلال تكليفه بمهام عدة من قبل نقيب المحامين. منذ العام 1990 أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، كما شارك في مناقشة أطروحات لمنح درجة الدكتوراه في القانون في جامعات لبنانية وفرنسية. ولا زال أبا جانب اهتماماته المهنية النقابية والأكاديمية، عمل في السنوات 30 الماضية لتحسين السلم الأهلي والعيش معا. سنة 1985 أسس جمعية فرح العطاء وطور أعمالها في لبنان والعراق الولايات المتحدة فرنسا وفي دول عربية وأوروبية عدة، من مؤسسي مبادرة معا حول مريم التي أفضت إلى تكريس 25 آذار كيوم وطني جامع. سنة 2015 انتخبته الجمعية العمومية للأمم المتحدة عضواً في اللجنة الدولية القضاء على التمييز العنصري في جنيف، وسنة 2017 انتخب نائباً لرئيس هذه اللجنة. تطوع كمسعف في الصليب الأحمر اللبناني خلال فترة الأحداث الأليمة. يمثل النقيب ملحم خلف هوية الانتفاضة اللبنانية السلمية. ربما لمن يعرف سيرته منذ العام 1990 سيكتشف أين هذه الجذور الوطنية ومصادرها الاجتماعية والإنسانية، لا سيما انهماكه بالعمل الإنساني من خلال جمعية فرح العطاء وتمسكه بحس العدالة الإنسانية الطاغية على شخصيته في المحبة التي يكنها للضعفاء والمظلومين. إذا ما تعمقنا أكثر في وطنية النقيب خلف تطالعك رسالة فرح العطاء التي لطالما أطلقتها من أمام مبنى المتحف الوطني إلى كل اللبنانيين، أن لبنان هو أقوى من كل الانقسامات وأن الشعب اللبناني متمسك بوطنه وأرضه ووحدته. تعرفه أحياء طرابلس كما بيروت وصيدا وسائر المدن اللبنانية، بل حتى بغداد وغيرها من مدن العراق. ولعل من أهم ما قام به النقيب ملحم خلف هي المبادرة التي قامت بها فرح العطاء لحماية وتنظيم أرشيف المحاكم في لبنان، ما ينم عن حرصه المسؤول على الحقوق والعدل. آمن النقيب ملحم خلف أن جمعية فرح العطاء ستكون من الجمعيات اللبنانية الأبرز التي أرادت للإنسانية أن تكون هي العنوان الأشمل في التعامل بين أبناء المجتمع اللبناني، واتخذت مبادئ ثلاث في عملها الوطني هي المحبة، التسامح والاحترام، وعملت على جمع شمل العائلة اللبنانية التي تفرقت بسبب الأحداث المؤلمة التي حصلت في لبنان، وغير ذلك من النشاطات الإنسانية والاجتماعية التي امتدت على مستوى الوطن. بناء ديمقراطية الإنسان، الإنسان قيمة أساسية، بدنا نخلق السياسات من حول هذه الأولوية. تسقط السياسات كلها لأن تأخذ بالحسبان المصالح ولا تأخذ وجع الإنسان ولا فرح. فبالتالي نهار يلي رح ناخذ قيمة الإنسان كأولوية رح نحط حالنا بمطرح تاني يختلف عن كل المطارح يلي اليوم لسوء الحظ بفرجونا إياها. عيش معا سيحول لبنان مش بس من بلد إنما إلى وطن يحلو فيه العيش. يمكن القول أن طريق العدالة قد بدأ مع النقيب ملحم خلف، ولابد أن يمتد مسار التغيير والديمقراطية على سائر الأراضي اللبنانية كي ينعم الشعب اللبناني بدولة القانون والمؤسسات.